وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات تعاملات اليوم على تراجع جماعي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء. وسجل رأس المال السوقي مستوى 661 مليار و200 مليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 10150 نقطة، وأغلق عند 10083 نقطة، منخفضا بنسبة 65%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2744 نقطة، وأغلق عند 1726 نقطة، منخفضا بنسبة 1.2%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2621 نقطة، ليغلق عند مستوى 2596 نقطة، متراجعا بنسبة 95%. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 18 جنيها و56 قرشا للشراء و18 قرشا و 18 جنيها و67 قرشا للبيع. وسجل اليورو 19 جنيها و87 قرشا للشراء و20 جنيها للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 23 جنيها و33 قرشا للشراء و23 جنيها و48 قرشا للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و5 قروش للشراء و5 جنيهات و8 قروش للبيع. وأخيرا سجل الريال السعودي 4 جنيهات و95 قرشا للشراء و4 جنيهات و98 قرشا للبيع. وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية ليصل إلى 1843 دولارا و89 سنتا للأوقية. ومحليا سجل عيار 18 نحو 857 جنيها، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1000 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1143 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 8000 جنيه.